ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي وبحبكم جدا. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والكومنت وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. قام بتلاعب بنبيذه الجميل ثم ابلغ امبر برحيل الفارس غدا، وهو ما لا يقلقها، ولكن قلقها هو الحرب الوشيكة مع مملكة الليفت التي ستبدأ سقوط منزل تاليس. من اجل التغلب على الاضرار التي يحتاجون اليها لتعزيز قوتها، عرضت على الدوق مساعدتها لكنه رفض. وقفت وأخبرته بحزم إنها تستطيع إنقاذ المنطقة الشرقية. أخبرته أمبر إنها تستطيع إنهاء نقص الغذاء في الشرق، لكنه يستطيع ذلك؟ لا تصدق هذا، لأن المجاعة في بلادهم تختلف تماما عن تلك الموجودة في البلدان الأخرى. لقد ساءت أرضهم لدرجة إن لا أحد يعرف سبب ذلك في حياتها الماضية. بعد 8 سنوات من هذا الوقت ساعدهم أحد الباحثين في حل هذه المشكلة، ولذا فهي بحاجة إلى تلبية لن يسمح لها الدوق بمساعدته، وهو ما تعتبر إهانة وتعرب عن إنها أكثر من مجرد دعم. ولكن الحقيقة هي إنه ببساطة لا يريدها أن تعرف الحقيقة عن الشرق. خوفا من أن تفعل ذلك تخلى عنها وأخبرها بمشاعرك. يخرج من أفكاره عندما تعبر أمبر عن رغبتها في بذل قصارى جهدها بصفتها الدوقة الجديدة، وتطلب إرسال دعوة لابنة الكونت فريا باسمه. يوافق ويسأل لماذا ابنة الكونت، وأمبر تجيب بأنها مفتاح إنهاء المجاعة، وتعود إلى غرفتها بعد تناول الوجبة وتبدأ في وضع خطط لكيفية استخدام مهرها. وتستدعي هانلي كبير الخدم الذي خدم الأسرة لمدة 3 أجيال ولم يغادر المنزل أبدا حتى بعد ذلك، نظرا لأنه متهم بالخيانة في الماضي، فهو لا يقف أبدا معها أو إلى جانب البلاد. ولاحظ ذلك ببساطة، ولكن هذه المرة سنكون مختلفين. أخبرت هانلي أنها تخطط لبيع كل مهرها واستخدام الأموال الموجودة في أراضيهم، وطلبت منه أن يفعل ذلك. ساعدها فهي تعلم أن هاني لن يثق بها على الفور لأنها عضوة في عائلة النبلاء، لكنها أوضحت أن أموالها تستحق إنقاذ السكان الذين يتضررون جوعا، ومهرها يستحق 5 ملايين، وهو ما يكفي لدعم السكان المحليين لما لا يقل عن 3 سنوات، مما دفع هاني إلى الوعد بمساعدتها. ثم بدأوا في مناقشة من سيبيعونه وما سيفعلون بالمال، بينما تبحث أمبر خططهم المالية. وقد هدأت مخاوف هانلي الآن بعد أن أدرك أن الدوقة الجديدة هي ما يزعجها الآن، هو أن صفقة أسلحتهم الحالية مع الكونت ناستو المعروف بخادعهم. يحتاج فرسانهم إلى أسلحة جديدة استعدادا لحرب مستقبلية مع مملكة كالي، ولا يمكنها التفكير في أي شخص سوى والدها الذي تتذكر أنه كان يتجادل معه من يمكنه إمدادهم بالأسلحة. لذا ليس أمامهم خيار سوى أن تكتب له رسالة بعد يوم حافل عندما تعود إلى غرفتهم. تنعم بدوق وسيم جدا ينتظرها، ولا تصدق أن الدوق ينتظرها بالفعل. بدأت تحمر خجلا عندما لاحظت كيف أن جماله يتلألأ مثل القمر. القميص المفكك يا سيدي غير قانوني، قامت بتنظيفه وتطلب منه الذهاب للنوم، ولكن عندما لا يستجيب على الفور تظن أنه لا يريد مشاركة النوم معها، وتقرر النوم على الأريكة. ثم تتذكر أن هذه الليلة الأولى لكارلكس، ولذلك تحاول مناقشة ترتيبات نومهم معا، ولكن بدلا من مناقشتها تشرح فقط أن هذا كله شكلي ويحتاج إلى النوم نفس السرير حتى لا يشك أحد في زواجهما، مثلما كانت قبل أن تفترض تلقائيا أنه لا يريد النوم معها، وتنصحه بعدم إرهاق نفسه بها. وتذهب إلى السرير أولا وتفكر في مستقبل الشرق وكم هي تريد رؤية طفلها مرة أخرى. لتفعل ذلك فهي تحتاج إلى قضاء الليلة مع الدوق، لكنها تريد التفكير في الأمر ببطء في الوقت الحالي، بينما تترك الدوق معلقا طوال الليل. سوء الفهم قوي للغاية ولا تستطيع تحمل الأمر. وفي اليوم التالي تزور أمبر موقع التدريب، حيث يتم الترحيب بها من قبل دينيس براون الذي يبدو ودودا، مما يثير غضب الدوق. ثم تتذكر كيف مات العديد من الفرسان في الماضي، وتدرك عدد الأرواح التي تعتمد عليها. وفي هذه الأثناء تصل بلادونا لتمنحها التشجيع، ولكن تكتشف أن أمبر تسبقها. في البداية كان الفرسان في حيرة من أمرهم بشأن كيف يمكن لشخص غربي أن يلهمهم. لم تقل أمبر شكرا لك، لكنها تعهدت بمراقبة الشرق أثناء رحيلهم حتى يتمكنوا من ذلك.
كن مرتاحا وقاتل مما يعزز معنويات الفارس، ولكن بالطبع يزعج البلادونا بينما يستعد الفرسان. تتحدث أمبر مع السير جي وهو قائد الحر. يبدو أن الدوق يرى أن هذا يجعله يشعر بالغيرة. تطلب أمبر من السير جي استرداد عنصر له لها أثناء قيامهم بالغارة، ويوافق دون أدنى شك على إظهار ثقته في الدوق الجديدة عندما اكتشف الدوق أنها طلبت من السير جي شيئا. يغير لهجته ويقترح عليها أن تأتي إليه بدلا من ذلك قطعوها. عندما يصل هانلي وتقرر الانفصال، لكن أمبر لا تزال غير قادرة على معرفة سبب تصرف الدوق بشكل غريب للغاية، فهو يشعر بالغيرة عندما يصلان إلى مكتبها. جانيا خادمتها الشخصية الجديدة تحييهما وتكلفها أمبر على الفور بالمهام الأولى، وتكلفها بالاختيار من الخادمة الأخرى التي قابلتها جانيا بكل سرور، ثم طلبت من هانلي أن تجد لها سيدة مقبولة في الانتظار. وتفاجأت عندما وجدت أن كونت فريا قد كتب ردا بالفعل، واكتشف أن كارلس قد طلب ردا على وجه التحديد في أسرع وقت ممكن، وأدركت أنه ينتبه بالفعل إلى طلبها. ولديها الآن أفكار أنه ربما سيتغير إذا عملته بشكل مختلف هذه المرة. ثم تفتح الرسالة وتشعر بسعادة غامرة عندما تعلم أن الكونت وابنته لاريت سيزورون سيدة القلعة. تبدو لاريت منعزلة عند وصولهما، ولكن بعد مجاملات أمبر ورقتها البحثية عن تهجين النباتات، وجهها يضيء، وهذه هي المرة الأولى التي يبدي فيها أي شخص اهتماما ببحثها، وهي ممتنة جدا لأن أمبر أخذت وقتا لقراءتها. بعد كل شيء تعرفها أمبر عن الماضي كأول باحثة من الشرق ليتم قبولها في الدائرة السحرية. يشكك والد لاريت في أن ابنته ستقدم أي مساعدة، لكن أمبر تؤكد له أن هذا شيء لا يستطيع سوى لاريت فعله، ويساعد الدوق زوجته ويطلب من الكونت السمح لهم بالمناقشة أثناء حديثهم عن استثمارات لاريت. تبدأ في الحديث عن النباتات بمجرد أن تصبح بمفردها، لكنها سرعان ما تصبح متجهمة لأنها تعتقد أن بحثها لا معنى له. تعتقد أمبر أن هذا هو السبب وراء استغراق بحثها وقتا طويلا حتى ينجح في الماضي، لأنها لم تتمكن من الحصول على التقدير المناسب. ولكن ليس بعد الآن أن شغفها بالنباتات من شأنه أن ينقذ شرق العنبر، وسوف يستثمر في أبحاث لاريت حول نباتات الردوم، فهو النبات الوحيد الذي يظهر فقط في الشرق ويمكنه تحمل سم الأرض. وتعتقد أنه ربما تستطيع لاريت ذلك، وخذ هذا في الاعتبار وقم بتطبيق خصائص رودون على المحاصيل الصالحة للأكل. تركز أفكار لاريت على التهجين، والشيء الذي تطلبه من السيرجيت هو القطعة الأخيرة لحل المجاعة. وتعطي أمبر التشجيع لاريت هم يعزز ثقتها بنفسها بعد أن ترك كارليكس وأمبر الآن تناول الشاي، مما تشعر بالتفاؤل. لذلك تهنئ الدوق على نجاحه وتقنع كونت بالاستثمار، لكن الدوق سرعان ما ينظر بعيدا لأنه يحمر خجلا عندما لا تلتقي أمبر إجابة، وتعتقد أنه غير راض. وتترك جريس ثم تقترب من أمبر وتبلغها أن حماتها تبحث عنها. عندما تدخل غرفة الكارما وتلاحظ أنها تتحدث مع سيدات أخريات، فأدركت نيتها تخويفها ولم تعد خائفة بعد الآن، فتجلس بجانبها وتسأل لماذا لديها مفتاح في غرفة الكارما التي هي تحت رعايتها بصفتها الدوكة. تكتشف أن والد كارليك سلمها إلى بيلا دونا والذي تفضله، فتصبح متغطرسة وتهدد أمبر بأنها بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتها ستظل دائما الدوقة. ولكن أمبر غير مكشوفة، وبدلا من ذلك هي تتحدث مرة أخرى لأنها تتمتع بحقوق الزوجة ويمكنها فقط البقاء في الحجرة مثل فتاة جيدة. ولكن بيلا دونا مثل أي شرير رخيص المستوى منخفض المستوى، تغلق الباب بينما تقوم الخادمات بتقييد أمبر وتمسك بالصوت قبل أن تضربها شخصا ما يقرع الباب، وتصبح بيلا دونا أكثر انزعاجا. ولكن ليس أمامها خيار سوى فتح الباب.